السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال جميعا؟ إن شاء الله اليوم بدنا نبلش بشرح مادة المهارات الطبية تاعت الفاينل. المادة صراحة أسهل من مادة المد، يعني أنا لما شفتها أسهل مادة المد وأنا قاعد برتب لها. وبدنا نبلش بشرح أطول المحاضرات، يعني بدنا نعطي أولوية بشرح أطول المحاضرات بحيث نسهل عليكم المحاضرات الطويلة ويضر عليكم إذا ما قدرنا نشرحها من المحاضرات القصيرة. هاي المحاضرة اللي قدامكم هي عبارة عن 6 صفحات، طبعا بنعرف احنا عندنا بمادة المهارات تفاريغنا أول صفحتين فيهم غلاف، والصفحة الثانية فيها برضه فاضية بيكون موجود فيها بس اسم اللي سوى التفريغ. جميل جميل. فنبلش احنا من هون من الصفحة الثالثة، فبضل عندنا 6 صفحات، 6 صفحات المحاضرة الأولى نبلش بشرحها اليوم اللي هي تحت عنوان Communication with Patients with Special Needs. مين هم الـ Patients with Special Needs؟ الـ Special Needs هذول الـ Patients with Special Needs مش معناها ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم نعرف عنهم ذوي الإعاقة والقصص هاي، لا، هي مصطلح واسع، مصطلح أوسع، مصطلح بيشمل الناس اللي ما عندهم قدرة إنهم يفهموا كلامك كنت قاعد تحكي معهم. الليترس بيبل أو لو ليترسي، شو يعني لو ليترسي أو الليترس بيبل؟ ليترسي يعني الواحد عنده قدرة على الكتابة والقراءة فقادر يفهم عليك كويس. الليترس بيبل أو لو ليترسي يعني واحد ما عندوش هاي القدرات أو عنده نقص فيهم أو عنده نقص في المستوى العلمي أو الأكاديمي وهاي الأمور كلها. وغير هيك برضو رح نتطرق بعديها لنوع ثاني من الناس او من المرضى اللي بيجوا عندنا على العياده، وهم الناس اللي بيكونوا مصابين بامراض مزمنه او بيتم تشخيصهم بامراض خطيره. ليش بالذات هذول النوع من الناس؟ لانه هذول الناس لما انت تشخصهم بامراض مزمنه او امراض خطيره ممكن يعطوا رياكشن سيء. يعني كيف؟ يعني مش سهل الواحد على طول، كنا اخذنا بماده الميد انه لما يسمع المريض باد نيوز اكيد مش راح يكون رياكشن تاعه كويس، صح ولا لا؟ فوظيفة الدكتور بهاي الحالة يعرف كيف يمتص الغضب، يعرف كيف يتعامل مع المشاعر اللي بتطلع من هذا المريض. فعشان هيك بدنا نعرف بهاي المحاضرة كيف نتعامل مع هذول النوعين من الناس اللي بيكونوا مدرجين تحت مصطلح سبيشال نيدز. فخلينا نبلش أول شيء. طبعا يا جماعة أنا ما راح أشرح كل حرف بالمحاضرة لأنه باختصار في أشياء جوا التفريغ مش أشياء مهمة. نعرف هاي المواد دائما من أيام الشياب، من أيام دكتور الشياب، هاي المواد دائما بيكون فيها حشو كثير، بيكون فيها كلام زيادة، يكون فيها كلام مش لازم انت تقعد تبصم فيه، بل بكفي انك تقراه وبعض الاحيان لازم تفهمه. فانا بدي اركز على الفهم وبعديها الحفظ. اما الاشياء اللي بدها قراءه على السريع تمشي عليها ما راح امر عليها حتى، يعني اترك لكم اياهم قرأوها لحالكم يعني. فمثلا هون ابلش نحكي اول شيء عن اول نوع الناس اللي ايش قلنا عنهم، لو ليترسي بيبل، اللي هم قلنا ما عندهم مش قدره على القراءه والكتابه وعندهم مستويات علميه منخفضه. فهذول الناس اللي ما عندهمش قدره على القراءه والكتابه كيف تتعامل معهم؟ كيف تتعامل معهم؟ اول شيء بدك اول شيء تسال حالك كيف بدي اعرف اصلا مين هم هذول الناس؟ مين هم هذول الناس اللي ما عندهم مش القدره على القراءه والكتابه؟ او مين هم هذول الناس اللي عندهم لو ليترسي؟ او مين هم هذول الناس عندهم معيقات انهم يفهموك وانت قاعد تحكي معهم؟ مش قادرين يفهموا الكلام تاعك. فبدنا نفهم هاي الاشياء كلها. فهي شايفين بقول لك know the degree to which the patient or patient's family understand what you are communicating to them. بدك تفهم قديش هم قادرين يفهموا عليك. بدك تفهم قديش هم قادرين يفهموا الكلام عشان تختار مصطلحاتك وتختار الجمل وطريقة كلامك بعناية عشان يفهموها عليك. وانت لازم تكون فاهمهم لانه بعد شوي راح نوصل لمرحلة انه من سلبيات انك تتعامل مع الناس الليترت او اللو ليترسي انه تدخل بدوامة من عدم الفهم، لا انت فاهم على شو هم بدهم او شو هم فاهمين عليك من كلامهم ولا هم فاهمين عليك انت شو بتحكي اصلا. تدخل بدوامة اثنين في مشكلة بالكوميونيكيشن بيناتكم. جميل، عاد الان كله فهم ما في شيء حفظ. اول شيء ان هاي مقوله هذا عالم ما شفتش صراحه علماء لحد الان وانا قاعد بدرس وبفرغ وبشرح عفوا ما شفتش علماء بالمحاضرات يعني. فهذا اول عالم وتقريبا ممكن يكون اخر عالم، ممكن تلاقي يعني علماء قلال بعدين. ويليام باتلر شو المقوله اللي قالها؟ بيحكي لك انه think like a wise man but communicate in the language of the people. يعني ايش؟ يتعامل مع الناس على قد عقولهم، انزل لمستواهم اللي هم موجودين فيه، لانه هم جايين عندك على العياده بدهم يسمعوا منك بدهم يستفيدوا منك. فاذا هم يجوا عندك على العياده وانت قاعد تسولف بمصطلحات طبيه وقاعد تسولف بمستوى عالي جدا بعيد عن مستواهم اللي يقدروا يفهموا ما راح يستفيدوا، صح ولا لا؟ فبالتالي انت دكتور اوكي وايز مان، عندك العلم وعندك النولج وعندك كل شيء وعندك القدره على التفكير عشان تطلع بالدياجنوستس مناسب، بس لازم هاي الاشياء كلها تصيغها بطريقه عشان يفهمها المرضى. لازم تنزل لا اللانجوج اوف ذا بيبل، لازم تنزل لا مستواهم العلمي، لازم تستوعب مستوى العقول تاعتهم عشان يفهموا عليك. هاي بديهيه جدا، اثار سلبيه اذا تعاملت انت مع ناس لو ليترسي بيبل، تعاملت معهم يجوا عندك العياده
غالبا اظن انه راح يكون في خلل في الكوميونيكيشن بينك وبينه، فراح توصل لاثار سلبيه. هاي الاثار السلبيه بور نولج اوف ذا ديزيز، ما راح يفهم عليك، ما راح ياخذ نولج كويسه منك، بور ادفانس ذا تريتمنت، ما راح يكون فاهم اصلا انه لازم يكون ملتزم بالدواء، ما راح يكون فاهم اصلا انه اذا ترك الدواء شو ممكن يصير معه، ما راح يكون فاهم الاشياء كلها، ما راح يلتزم بالمواعيد انه لازم يجي عندك على العياده، لانه اصلا العلاقه بينك وبينه مش راح تكون علاقه كويسه، لانه زي ما قلنا مش راح يكون فاهم عليك كثير كويس، وراح يكون داخلين بدوامه من عدم الفهم بين بعض، فبالتالي هي كله راح يخلي انه العلاقه بينك وبينه تكون سيئه، فلا راح يسمع كلامك ممكن، ولا راح ياخذ الدواء كويس، ولا راح يجي على المواعيد اللي تعطيه اياها، وبالنهايه كل هذا راح يؤدي الى ايش؟ بور كلينيكال اوت كمز. العكس تماما بعد شوي راح نشوفه لما ايش؟ لما نحل هاي المشاكل، لما نلاقي انه الشخص اللي قدامك ايش ماله؟ صار عنده ليترسي تاعته صارت كويسه، وصل لمرحله اسمها هيلثي ليترسي، فلما يوصل هاي المرحله بعديها بنحل هاي المشاكل كلها ان شاء الله. طيب خلينا نكمل. احكي لهم في استراتيجيز ممكن نستخدمها عشان نتعامل مع الناس عندهم لو ليترسي. شو هاي الاستراتيجي؟ بدك تتكلم ايش؟ تتكلم اول اشي تكون مختصر بكلامك، وبنفس الوقت يكون المعلومات المهمه اول اشي. بتلاحظوا يا جماعه دائما احنا لما نبلش مثلا نحضر محاضره، نحضر فيديو، نحضر اشي، يكون تركيزنا اعلى مستوياته متى؟ في بدايه الاشي، صح؟ في بدايته اول اعلى اشي، بعدين التركيز ببلش مستوياته يقل شوي 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 شوي، صح؟ وبتلاحظ انه احنا برضه ما بنحبش الكلام الكثير، ما بنحبش الفيديوهات اللي تكون طويله كثير، بنحب الاشي المختصر المفيد. فهذا نفس الشيء، القاعده هاي لازم تكون عند برضه الدكتور لما يتعامل مع اي مريض، مش بس اللو ليترسي، وبالاخص الناس عندهم لو ليترسي. فتستخدم المختصر المفيد، بيكون جملك قصيره، سمول اماونت اوف انفورميشن، بس ايش مالها؟ المهم اول شيء بتحكيه، امبورتنت انفو بتحكيها اول شيء، حلو؟ ثاني شيء برضه، شغله برضه عند كل الناس، كل الناس بيحبوا الاشياء الفيجوال. كيف يعني فيجوال؟ اشياء بصريه اكثر من الاشياء مثلا خلص يسمع الكلام، بحب يشوف الاشي بعينه، بحب يشوف اشي بصري بعينه، بحب ممكن تشوف انيميشن زي ما احنا بنشوف، احنا بالنسبه لنا بنشوف انيميشن مرات للدراسه، بيساعدنا على الدراسه وفهم اكثر من غيرنا. نفس الاشي المريض لما يجي على العياده اكيد مش راح يكون سهل عليه يفهم المرض اللي هو مصاب فيه، مش مختص بالطب، واكيد مش سهل عليه يفهم الباثولوجي بتاعت المرض، اكيد مش سهل عليه يفهم العلاج، اكيد مش سهل يفهم عليه ليش هو مصاب، مش سهل يفهم عليه كيف بده يقي حاله من قدام، مش سهل يفهم عليه العلاج، كل هاي الاشياء مش سهل يفهمها بسهوله. فلازم توفر انتم الاشياء اللي ممكن تسهل عليه فهم هاي الامور. ومن هاي الطرق ايش؟ تستخدم انيميشن، تستخدم فيجوال، اشياء بصريه، لانها الانسان بطبعه بحب هاي الاشياء وبتساعده على الفهم. زي ما قلنا هاي اشي معقد، مش اشي جديد. هاي النقطه الثالثه، بيقول لك استخدم اللغه اللي هم بيفهموها. قلنا لازم تنزل لايش؟ اللانجوج اوف بيبل. مين قال هذا الكلام؟ ويليام باتلر قبل شوي قال لك كون وايز مان، يعني ماشي عندك النولج والعلم والقدره على اتخاذ القرارات والتفكير، بس بنفس الوقت صيغ هذا العلم وصيغ هذا الاشي بطريقه يفهموها الناس عليك، انزل للانجوج تبعتهم، انزل للمستوى تبعهم عشان تصيغ لهم الاشياء ويفهموها. بقول لك هون اذا كان انت مريت بحاله زي حاله المريض احكي له اياها، واحكي له كيف انه انت شو تعلمت منها، او شو كيف تجاوزت هذا الاشي، عشان هو يتعلم من القصه تاعتك، وبرضه نفس الاشي يتعامل معها بطريقه كويسه. لانه هاي الاشياء وكل الاشياء اللي حكيناها هسه، انك تكون مختصر بكلامك، وانك تستخدم اشياء بصريه، وانك تحكي له قصه وكذا، هاي بتطلعه من الجو تاع انه مرض وعلاج والتزم بالمواعيد وكذا، بتطلعه من هاي الاجواء بتوديه على جو الطف فليكسبل اكثر، انه بيقدر يفهم هاي الامور بطريقه احسن ويتعلم من، لما يتعلم من ستوري بيتعلم منها اكثر من مجرد الكلام اللي بتحكي له اياه انت يعني. طيب الليترسي هي عكس الليترسي، حكينا قبل شوي. الليترسي هي ايش؟ يكون عندك قدره على الكتابه والقراءه. الليترسي ما عندكش هاي القدره. الليترسي هي اميه بالعربي يعني. هذا سنوات، بعد شوي راح نيجي اسئله سنوات، حاط لكم اسئله سنوات اثناء الشرح يعني، راح نحلها ان شاء الله عشان نفهم كل شيء. هذا سنوات كان عليه سؤال، كان يقول لك انه فعليا الليترسي، اللو ليترسي او الليترسي ايش مالهم؟ لسه بريسف ذان اكسبكتد، هيك سؤال سنوات كان جاي يقول لك، بس فعليا مور بيرفيسف ذان اكسبكتد. ليش بيرفيسف كان سؤال سنوات؟ هو بيقول لك مور بيرفيسف، مور بيرفيسف يعني انها منتشره اكثر وتاثيرها اكثر من ما احنا نتوقع. يعني احنا زي كانه بيقول لك انه احنا فاكرينها شيء قليل موجود بالعالم، بس هي فعليا موجوده اكثر ما احنا نتوقع. الاميه موجوده اكثر ما احنا نتوقع، وتاثيرها اخطر مما احنا نتوقع كمان. هاي نسب ما عليها اسئله، وما اتوقع يجي عليها اسئله، بس حطيت لكم كل الارقام جوا المحاضره باللون الازرق، وابعث لكم الملف ان شاء الله لما انزل الشرح.
ما راح اقراها حاليا، اسف، لا تقراوهم انتم لحالكم. ايش المشاكل مع الناس عندهم لو ليترسي؟ ايش المشكله؟ انت فكر هسه، ليش الشخص اصلا اللي عنده لو ليترسي هو لساته بتلاقيه مش رايح مثلا يعالج المشكله، مش رايح يتعلم، مش رايح يزيد وعيه بالحياه؟ لانه احد طرق حل موضوع اللو ليترسي هو ايش؟ هو انك تروح تعمل تتعلم، تاخذ education. طب اسالكم سؤال، اغلب الناس اللي عندهم لو ليترسي بعد شوي راح نشوف انه ايش مالهم، بيكونوا ناس كبار بالعمر، والناس اللي كان مستواهم المادي بالحياه والاجتماعي لو سوشيو ايكونوميك ستيتس، والالدرلي بيبل، هذول راح نلاقي بعد شوي انهم هم اكثر ناس عندهم هاي المشكله. حلو؟ فبالذات هذول الناس فكروا فيهم، ليش هذول الناس مثلا الالدرلي بيبل اللي قدام مثلا لو تحسن مستواهم المادي ما بروحوا بتعلموا؟ ونفس الموضوع اللو سوشيو ايكونوميك ستيتس اللي قدامنا لما يكبر العمر، واذا تحسن مستواهم او حدا مثلا من اولادهم ولا شيء عوض عليهم انهم يدرسوا او يتعلموا ما بوافقوا على الشيء، بالعكس بيرفضوا. ليش؟ بيخجلوا من حالهم، صح؟ بيخجل الواحد، ما بيحب ينحط بمكان كل الناس اللي حواليهم ناس فعليا صغار بالعمر، فئه عمريه صغيره، بينما هو الوحيد الكبير بالعمر اللي قاعد بتعلم وتاخر تعليمه وتاخر هاي الامور كلها. فاشياء اوف ذيم سيلف، اشياء انهم ايش؟ انهم يروحوا يتعلموا، بيحسوا بالخجل، بيحسوا انه خلاص لا بديش اسوي هذا الشيء، خلاص مش مهم. فايش؟ not try to engage بهاي الامور، بدوش يدخل حاله بهاي الامور لانه راح تسبب له وجع راسه ويحس بالخجل من حاله وكذا، وهاي الامور كلها. زي ما قلت لك شوي حكيناها من اول المحاضره، هاي الشيء بيؤدي الى circular situation، بدخل المريض والدكتور بدوامه، بدل ما يكون في بيناتهم ايش؟ communication كويس، communication كويس، communication واضح بيناتهم، لا بصير relationship بيناتهم هي عباره عن دوامه من عدم الوضوح. لا هو الدكتور فاهم اذا المريض اصلا عنده لو ليترسي ولا شيء، ولا المريض فاهم على الدكتور شو بيحكي اصلا. هاي شايف، بقول لك سيركل سيتويشن، نيذر بيشنت نور بروفايدر كومبريهندينج وات از نيدد، دوامه من عدم الفهم بين المريض والطبيب. زي ما حكينا يا جماعه لحد الان في شيء بده يحفظ؟ ما شفت في شيء بده يحفظ. ويليام باتلر هو هذا اللي قال المقوله، بس مش شايف في شيء بده يحفظ، انه عارفه انه مور بريسيف يعني اكثر انتشارا وتاثيرا الان بالعالم مما بنتوقع احنا بنفكرين. حلو، نبلش هسه. هذا السؤال، هذا عليه سؤال سنوات الفقره هاي، جدا فقره مهمه يعني. ليترسي فيرسس فانكشنال هيلث ليترسي. الفانكشنال هيلث ليترسي يا جماعه هي مرحله عاليه جدا من الليترسي. الليترسي شيء كويس، الليترسي هي الشيء السيء، واللو ليترسي هي الشيء السيء. فلما نحكي ليترسي يعني شخص عنده القدره على الكتابه والقراءه، ولما نحكي فانكشنال هيلث ليترسي يعني شخص لسه عنده مستويات وعي عاليه اكثر. وين؟ في مجال ايش؟ في مجال الطب نفسه، في مجال الهيلث، في مجال الصحه اكثر. يعني بنحكي فانكشنال هيلث ليترسي فهو شيء متخصص في مجال الصحه. حلو، فهو شيء متخصص في مجال الصحه اكثر، فهو شيء بميل للمعلومات الطبيه. يعني لما تحكي واحد عنده فانكشنال هيلث ليترسي يعني هو عنده علم بالتريتمنت، عنده فهم عالي للتريتمنت، عنده التزام وفهم بالابوينتمنت تاعونه، بالمواعيد اللي باخذها عند الدكاتره، عنده فهم للاشياء هاي. ما بنحكي انه طبيب، ما بنحكي انه ستودنت قاعد بيدرس طب، بس بنحكي انه عنده وعي بهاي الامور اكثر من غيرها. فبتلاقي انه اندرستاند النس، فاهم المرض اللي هو مصاب فيه، فاهم التريتمنت تاعت المرض هذا، بيلتزم بالوصفه الطبيه تاعته، قادر على فهم الوصفه نفسها، بيلتزم بالمواعيد تاعته، فولو اب مع الدكتور، ما بيبعد عن المواعيد تاعته. يعني اذا الدكتور اعطاه موعد عشان يضل متبع معه، بضل متبع مع المواعيد هاي. حلو، عكس مين؟ عكس الناس الليترت واللو ليترسي بيبل، هذا العكس تماما. يعني هذيك الليترت بيبل هم بيكونوا اقل مستويات الفهم والتواصل مع الدكتور، هون لا بتلاقي انه اعلى مستويات واحسن مستويات. وزي هون حط لكم سهم، ايش السهم هذا معناته؟ معناته انه هاي لسه مستوى عالي جدا من الليترسي، يعني مش اي مستوى، مش انه خلص ليترسي والسلام، لا هذا مستوى عالي انه قادر يفهم الاشياء هاي كلها ومركز عليها. هذا سؤال سنوات، خلينا نشوفه على السريع ونطبق على اللي درسناه لسه. بيقول لي which one of the statement is true، بده صحيحه من الجمله الاتيه: literacy is the same as functional health literacy. لا، هاي اول وحده هسه قلنا الفانكشنال هيلث ليترسي هي مستوى اعلى من الليترسي، فهذا الخيار على طول غلط. patient with low literacy are not ashamed to tell they are so. بالعكس حكينا هم بيخجلوا من حالهم، وهذا السبب ما بيخليهم يعالجوا هاي المشكله لما يكونوا كبار بالعمر مثلا. فهاي الجمله برضه غلط. low literacy is less pervasive than expected، قلت لكم هيها، شايفين؟ بالعكس هي more pervasive، منتشره اكثر مما احنا نتوقع. فهي الجمله برضه غلط. low literacy has little influence on health outcomes، هل لها بس تاثير قليل؟ لا، لها تاثير كثير كثير كبير.
ولا ممكن ادي لسيركولر دوامه بين عدم الفهم بين الدكتور والمريض، وهذا تاثير جدا سيء. فاي دون برضه غلط. هاي شايفين سيركولر سيتويشن ويز نيذر بيشنت نور بروفايدر كومبريهندينج وات از نيدد از ا ريزلت اوف لو بيشنت ليترسي. فعليا السيركولر سيتويشن من دوامه من عدم الفهم هي احد نتائج اللو ليترسي. فاذا الجواب هو اي، فعليا الجواب هو اي. شايفين الاسئله جدا سهله، انا صراحه ما شفت ولا سؤال سنوات كثير صعب او بده يعني حفظ وكذا، كلهم سهلات بنحلهم بسرعه ان شاء الله. يعني شويه قراءه شويه فهم، وبعض الاشياء بدها حفظ، وان شاء الله يعني الامتحان سهل سهل جدا بيكون. يعني نيجي اللي بعده. مش احنا قلنا هسه الفانكشن هيلث ليترسي بيؤدي الى علاقه كثير كثير كويسه بين الدكتور والمريض، بحيث انه خلاص المريض فاهم على الدكتور والمريض فاهم على العلاج وفاهم انه لازم يلتزم بالمواعيد وفاهم انه لازم ياخذ وصفه وفاهم كل هالاشياء كلها. فبرايك الدكتور راح يحب هذا السلوك ولا ما راح يحبه؟ اكيد راح يحبه، لانه راح يلاقي انه المريض جاي عنده فاهم كل شيء، جاهز وفاهم كل شيء. يعني الدكتور مش راح يبذل جهد عشان المريض يفهم عليه، انت فاهم؟ يعني راح يكون الجهد اللي بيبذله الدكتور كثير قليل مقارنه بالجهد اللي كان لازم يبذله الدكتور مثلا مع المرضى اللي عندهم لو ليترسي. فبتوصل انه ممكن نحكي عنهم الاينس ويز بروفايدر، يعني انه العلاقه بين الدكتور والمريض صارت وصلت لمرحله انه الاينس، يعني مرحله كثير عاليه من الريليشن شيب كثير كويسه. يعني حتى بقول لك ممكن انه يكون المريض بعض الاحيان بفهم الميديكال ترمينولوجي. بعد شوي رح نحكي انه مش لازم المريض يفهم الميديكال ترمينولوجي عشان يكون عنده ليترسي كويسه، بس انه هاي قلنا مستوى عالي جدا، صح؟ قلنا الفانكشن ليترسي هي مستوى عالي جدا، فعشان هيك نحكي انه بفهم ايش، بفهم ميديكال ترمينولوجي. وطبعا عكس كل الاثار السلبيه قلناها قبل شوي، قلنا قبل شوي انه المريض يكون عنده بور كلينيكال اوت كمز، بكون عنده بور سيلف مانجمنت، بكون عنده كل شيء بور من هاي النواحي، بكون عنده كل شيء سيء. فهون بتلاقي انه العكس تماما، سستين سيلف مانجمنت امبروف هيلث اوت كمز، كل شيء بكون معكوس تماما. طيب الناس عندهم لو ليترسي ايش معنى هذول الناس عندهم لو ليترسي؟ نحكي عنهم هسه. ناس عندهم لوترسي يا جماعه بيكون ما عندوش الوعي الكافي وما عندوش العلم الكافي زي ما قلنا، وما عندوش تعليم الكافي انه يفهم بهاي الجوانب الطبيه، صح؟ زي ما قلنا، فما راح يكون فاهم انه مثلا المرض مثلا بقدر اقي حالي منه، بيكون فاهم هاي المعلومه. فمتى راح يروح على العياده او الدكتور؟ لما ياكل هوا فعليا، بياكل هوا بس ويصاب بالمرض وتلاقيه بنص الليل صحي وموجوع وراح على الطوارئ بنص الليل. برايكم مين احسن، الواحد يقي حاله فعليا ولا الواحد يروح على الطوارئ بعد يوم ما ياكل هواء؟ يعني اكيد الواحد يقي حاله احسن، الوقايه خير من العلاج. بس الواحد لما يكون عنده لو ليترسي ونقص في العلم وهي الامور كلها، ما راح يكون عنده القدره على انه يقي حاله من هاي الامور بسهوله. طبعا هذا الشيء راح يكلفه مور اكسبنسيف من انه تقي حاله. الوقايه راح تكون اسهل لك واوفر عليك من انك تقعد تدور على علاج بعد فوات الاوان. يعني زي ما قلنا، مين اكثر الناس عرضه انهم يكون عندهم لو ليترسي؟ الناس اللي عندهم لو سوشيو ايكونوميك ستاتس والالدر اللي الكبار بالعمر. وقلنا انه هذا اكثر شيء بيزيد من انه يكونوا اشيمد فروم ذيم سيلفز، لانه مع تقدم المرحله العمريه ما راح يحبوا تروح تحطهم بين مجتمع صغير بالعمر وتقول لهم يلا تعلموا، ما راح يحبوا هذا الشيء. اكيد ما راح يحبوا انهم يكونوا موجودين في فئه عمريه هي مختلفه عنهم وبعيده عنهم ويتعلموا، راح يكونوا اشيمد فروم ذيم سيلفز. نيجي للهيلث ليترسي. الهيلث ليترسي هي المقدار من الليترسي اللي بتحتاج توصله عشان تحكي عن حالك انا قادر اتخذ قرارات صحيه سليمه. وهذا الاشي الكويس، هذا الاشي الجاي يعني معتدل، ما يعني حتى نحكي عن المرضى بشكل عام، احنا انه مريض ما لوش دخل بالطب، مش 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 مش, مش طالب قاعد بدرس طب، مريض عادي بالمجتمع بيشتغل اي اشي بالدنيا او اي فئه عمريه بالدنيا او اي اشي. لازم لما تحكي عنه هيلث ليترسي، عنده هيلث ليترسي يعني عنده قدر كويس من الليترسي عشان ايش؟ عشان يقدر يتخذ قرارات صحيه سليمه. عشان ايش؟ اهم شيء بهاي الجمله المخططه بالاحمر هي اخرتها، عشان to make appropriate health decisions. فهسه راح نحكي تحت برضه انه شايفين هون to make appropriate health decisions. قلت لكم قبل شوي انه الفانكشن ليترسي فيها ممكن الواحد يكون بيعرف ميديكال ترمينولوجي. شايفين هون بقول لك طلع هون don't have to interpret the lab test، يعني مش لازم الواحد يكون عنده قدره على انه يمسك مثلا ورقه الفحوصات الطبيه تاعته ويكون فاهم كل شيء فيها، والله هذا زايد والله هذا ناقص، هذا كويس هذا سيء، معناته انا عندي كذا. يعني بيقول لك
بعض الدكاترة أصلا مرات ما بيكونوا قادرين يلقوا الفحوصات هاي، ما بيكونش من تخصصهم يعني. فالهيلث ليترسي بس إنك تقدر تتخذ قرارات صحية سليمة، مش إنك توصل لمرحلة إنك تقعد تمسك الورقة وتفحصها، أكيد يعني تقرأ الفحص تبعها. هذا كثير مهم يا جماعة، كثير كثير مهم. إلنا ساعتين قاعدين نحكي ليترسي ليترسي وليترسي، أكيد كلكم خطر على بالكم إنه الليترسي إلها دايركت ريليشن شيب وذ إيش؟ مع الإديوكيشن. هسا ما بننكر انه الليترسي والاديوكيشن في بيناتهم ريليشن شيب، بس بدنا نفهم انه العلاقه بين الليترسي والاديوكيشن هي اندبندنت. هذا يعني انه الواحد حتى لو استقبل مستوى تعليم عالي هذا ما راح يؤدي الى انه هو يصير عنده هيلثي ليترسي. يعني زي ما كنا نحكي مثلا بالميديسن بالفاينل حكينا السكري والسموكينج والتدخين، العلاقه بيناتهم شو كانت؟ كانت اندبندنت ريليشن شيب، بمعنى انه ايش سموكينج ما راح يؤدي للسكري لحاله، يعني في عوامل ثانيه هي اهم وهي اللي بتؤدي للسكري اكثر. السموكينج من الاشياء اللي ممكن لو كانت موجوده تزيد الاحتماليه، بس ما راح يؤدي لحاله. نفس الشيء هون education ما بيعالج المشكله كليا، ممكن يخففها بس ما بيعالجها كليا، بظل في نقاط موجوده بموضوع الصحه والهيلث لازم الواحد يستهدفها بطريقه اخرى، ونحكي عنها بعد شوي. فشان هيك نعرف انه education او الهيلث ليترسي از انتجريتد تو يوز اوف اديوكيشن، مش كل ما الواحد والله زاد سنوات تعليمه معناته خلص صار عنده هيلث ليترسي او صار عنده هيلث ليترسي، لا هذا الشيء في عوامل اخرى نحكي عنها بعد شوي ان شاء الله. بس هل الاديوكيشن من العوامل؟ لكنه اندبندنت يعني. هي هذا احد العوامل المهمه جدا وعليه سؤال سنوات بعد شوي راح نتطرق له ان شاء الله. هاي يا اخوان الجمله لو تقراوها لحالكم راح تحسوا انه في شيء غريب. اكسبوجر تو كرونيك النس اند هيلث انفايرمنت، شو يعني؟ يعني باختصار كورونا، فيروس كورونا هو اشهر الامثله اللي بتمثل هاي الجمله. يا اخوان لما انصاب الدنيا كلها بفيروس كورونا وانتشر بالعالم شو صار برايكم؟ هل كان تاثيره ايجابي من ناحيه الوعي ولا سلبي؟ اكيد كان تاثيره ايجابي من ناحيه الوعي. يا جماعه الجمله هاي مش معناها انه تروح تنصاب بالمرض وتروح تنعدي من المرض، بس معناها انه لما تنصاب بالمرض انت ولما يصير معك مرض ولما تعيش بمجتمع منتشر فيه هاي الاشياء تاعت الصحه، اللي هي لما كان زي ايام كورونا شو كان؟ كان في الحجر وكان في انه تغسل ايديك وتعمل وكذا وممنوع تكون قريب من اللي قدامك 2 متر وهي الاشياء. هل هاي الاشياء تعلمناها بالكتب احنا؟ هل هاي الاشياء علمونا اياها بمدارس education؟ لا، هاي الاشياء انتشرت مع مرور الزمن، مع مرور السنه سنه سنتين هاي مرينا فيهم، خلص صار الاشي جزء من نمط حياتنا بهاي الفتره، فعرفنا انه كيف نتعامل مع فيروس كورونا، عرفنا شو آلية العمل تاعت الفيروس هذا، عرفنا كيف بينتشر، عرفنا كيف نقي حالنا منه، عرفنا انه صار في فاكسينز لهذا الفيروس. فهذا الكرونيك اكسبوجر وكرونيك إلنس وانك تعيش جوا هيلث انفايرمنت لمده من الزمن يزيد وعيك. وهذا من اهم العوامل، لسه بيجي اهم من الاديوكيشن. اهم بكثير من الاديوكيشن بيجي هذا العامل. راح تلاقي بعد شوي في سؤال زمان بيقول لك مثلا لو اكسبوجر تو إلنس بيزيد من الاشي. ممكن واحد لو مش قارئ المحاضره يقول لك لو اكسبوجر تو النس يعني مش متعرض لمرض، احسن لو ما يتعرضش للمرض اصلا، فيقول لك والله هي جمله صح. هي جمله غلط، لازم الواحد كل ما تعرض للمرض اكثر وكل ما عاش بالمرض اكثر وكل ما عاش بالمئه هاي تاعت الصحه والبيئه اللي بتطبق فيها هاي الاشياء بيكون احسن من ناحيه الوعي تاعه. زي ما قلنا يعني هي الاشياء بتصير فجاه، فانت بتمر بهاي التجربه وتتعلم منها زيها زي اي تجربه بالحياه. نفس الشيء التجربه المرضيه اتعلم منها زيها زي اي تجربه ثاني بتتعلم منها بحياتك. جميل جميل. والله يا جماعة أنا مش شايف في إشي بدي أحفظ لحد الآن بالمحاضرة، كله افهم وامشي يعني. نبلش هسه بالباريرز للهيلث ليتنسي. الباريرز اللي بتعيق إنه الواحد يكون فاهم هاي الأمور، أو الباريرز بتعيق إنه الواحد يكون واصل لمرحلة اسمها هيلثي ليتنسي، بتعيق إنه يوصل لهي المرحلة، أو بتعيق إنه يوصل لمرحلة الفهم والعلاقة الكويسة بينه وبين الدكتور. أول إشي البارز هاي يا اخوان بدناش نبصم على بصم، بدناش نقعد نبصم انه والله الانديفيديوال تحتيها ديموغرافيك، ايش الديموغرافيك ايج وابصر شو ابصر شو. بدنا نفهم قبل ما نحفظ اي شيء. الانديفيديوال هو اي شيء شخصي. كيف يعني اي شيء شخصي؟ هذا كله بنشرحه مع بعض، مش راح اقعد افصل فيه انه هذا ديموغرافيك وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، يعني ما راح يجي علي اسئله بهي الطريقه، مستحيل يعني. ان شاء الله ما راح يجي علي بالمره يعني. اللي بيجي عليه ممكن انه مثلا يسالك انه هذا ايش؟ تقول له بيرسونال او انديفيديوال وكذا يعني. فالاندفجوال يا جماعه هو شيء بيرسونال، هو شيء بيتعلق بالشخص والمريض بحد ذاته، ما في عوامل ثانيه بتاثر على هذا الشيء. فايش اشياء تتعلق بالشخص والمريض؟ الايج تاعه، الاديوكيشن تاع المريض، المستوى الاجتماعي زي ما قلنا السوشيو ايكونومكس، الايج، اللانجويج، الاديوكيشن، الكالتشر، الانكم. هذول مش بصم يا اخوان، هذول بمجرد ما تشوفوهم اصلا لو جابوا لكم سؤال عليهم يمكن تعرفوا لحالكم انه شيء شخصي يعني.
income, culture, education, language, age, elderly, low social economics. وشايفين هون independent role زي ما قلنا قبل شوي. من ضمن الاشياء اللي عندها independent role education زي ما قلنا قبل شوي، من اهم الاشياء هاي education. مش dependent، يعني مش اشي معتمد كليا عليه، independent role يعني اوكي هي فاكتور وبتاثر لكنها مش اشي اساسي. خلينا نحطه على الاشياء هنا السريع، خلينا نكمل على ما نحط الاشياء. طيب في بعض الناس بعد شوي راح نلاحظ انه بيكون عندهم cognitive impairment. هذول الناس شو مشكلته عندهم؟ اكثر مشكله واسوء مشكله، اكثر مشكله واسوء مشكله عند الناس هذول عندهم cognitive impairment ايش؟ انه ممكن يوصلوا لمرحله انه يوصلوا لمرحله انه يصير المجتمع يسميهم ايش؟ unserved people. ايش هي unserved people؟ unserved people يا اخوان راح احكي هون هسه. unserved people اللي عندهم cognitive impairment والناس عندهم low socioeconomics برضه ممكن نسميهم unserved people. شو يعني unserved people؟ unserved people يعني هذول المجتمع بتسميهم minorities، اقليات. يعني هذول الناس المجتمع ما بيهتم فيهم كثير انه يوفر لهم الرعايه الصحيه، وهم بنفسهم مش قادرين يوفروا الرعايه الصحيه لحالهم. فلا انت مهتم توفر رعايه صحيه لحالك لانه انت تعتبر من low socioeconomics، ولا قادر انت توفرها لحالك، ولا مجتمع لاقي حلول انه يوفر لك اياها. فانت تعتبر من الاقليات في المجتمع، وهي مشكلتك. وهي المشكلة انه هذول الناس ما بيدخلوا مستشفيات او بتعالجوا غير لما يوصلوا لمرحلة حرجة جدا، فيصير عندهم ايش؟ مور لايكلي تو بي هوسبيتالايزد. يعني وصلوا لمرحلة حرجة فما دخلوا المستشفى او راحوا يتعالجوا الا لما فعليا وصلوا لمرحلة سيئة. زي ما قلنا قبل شوي، الناس اللي بيكون عندهم لو ليترسي ايش مالهم؟ مور لايكلي تو بي ايش؟ انهم يروحوا على المستشفى والامرجنسي، الامرجنسي بالتحديد، لانهم بيكونوا وصلوا لمرحلة حرجة واكلوا هواء. بينما ما بيروحوا يقي حالهم بمرحلة مبكرة، ما بيروحوا يتعالجوا بمرحلة مبكرة، لانه يعني المجتمع لا هو مجتمع مهتم فيهم ملاقي لهم حلول، ولا هم عندهم القدره انهم يعالجوا حالهم. اذا هيك ضربنا حجرين عصفورين بحجر، حجرين بعصفور. خلصنا هاي الفقره، مش كثير حكينا عنها. حكينا انه اللو سوشيال ايكونومكس والكوجنيتيف امبيرمنت ممكن تؤدي الواحد انه يصير ايش؟ انسيرفد. حلو. فهذول الناس انسيرفد، اندر سيرفد بيبل، انسيرفد بيبل، ممكن المجتمع بيسميهم ايش؟ ماينورتيز، بيكونوا اقليات. مور لايك تو بي هوسبيتالايزد، مجتمع مش كثير مهتم فيهم. فخلصنا هاي الفقره، وخلصنا هاي الفقره هيك. هيلث ستيتس مش نقطة كبيرة، يعني هسه حكينا على الكوجنيتيف انفيرمنت يعني في نفسها. شايفين كلهم، يعني عشان قلت لكم مش هشرح لكم، مش هشرح لكم نقطة نقطة لأنه متداخلات. شايفين كيف بحكوا هون على الكوجنيتيف انفيرمنت، وبعدين برجع بحكي لك هيلث ستيتس اللي هي ممكن تشمل الكوجنيتيف انفيرمنت برضه. فيعني مش هذا الشيء. آخر شيء بدنا نحكي عنه جدا مهم برضه وعليه أسئلة، الكومبلكسيتي اوف إلنس أند تريتمنت. جماعة هاي هي اللي بتخلي الإديوكيشن إندبندنت. هاي اكثر نقطه بتخلي education independent. حكينا قبل شوي لو سوشيو ايكونومكس بندرجه تحت الاقليات، الeducation independence بندرج تحت ايش؟ وبندرج او اكثر شيء بيؤدي له هو ايش؟ هو الكومبلكسيتي اوف illness اند تريتمنت. كيف يعني؟ هاي معناها انه قديش ما المريض عنده education، او حتى لو المريض كان عنده education كويس وعنده good income وعنده excellent language وعنده كل العوامل هاي عادية وكويسة، ممكن بالنهاية تؤدي فيه الكومبلكسيتي اوف ذا إلنس انه ما يفهم اي شيء من كلام الدكتور. باختصار بعض الاحيان في امراض كثير كثير معقدة، كثير معقدة حتى الدكاترة صعب انهم يفهموها، بقعدوا سنتين طلاب يدرسوها عشان يفهموها. فما بالك بالمريض جاي عندك على العيادة وانت بتشرح له عن هذا المرض، مش سهل تشرح له عنه بطريقة يفهمها. فالكومبلكسيتي اوف إلنس مرات تتجاوز مراحل الاديوكيشن تاعت المريض، حتى لو كان education كويس، حتى لو كان كل شيء عنده كويس. فهون بصير education independent، بصير في عوامل ثانية مهمة زي ما قلنا the complexity of illness and treatment تعتبر barriers من barriers، barrier من barriers ممكن تؤدي إنه المريض ما يفهم عن الدكتور. خلصنا أول شيء، خلصنا ال individual، درجة ال individual. كم صرنا شرحين إحنا إخوان؟ نص ساعة، كويسات، مش طوال كثير. طيب نيجي الى الجزء الثاني او النوع الثاني من انواع الباريرز، وهي الباريرز بتتعلق بالريليشن شيب نفسها. حكينا قبل شوي بيرسونال، حكينا الاشي الشخصي، هسه بدنا نحكي عن الريليشن شيب نفسها، الاشياء اللي بتتعلق بين بالكوميونيكيشن بين الدكتور والمريض، كوميونيكيشن بين الدكتور والمريض، والجابس الاختلافات بين الدكتور والمريض. الكوميونيكيشن والاختلافات، التواصل والاختلافات بين الدكتور والمريض. هون بحكي لنا جملة حلوة، بحكي لنا إنه إحنا الـ health education تاعنا، المحاضرات اللي بناخدها تعتمد على إيش؟ تعتمد على كتب مكتوبة وعلى كلام مكتوب نقرأه قدامنا قراءة. لكن من الأشياء اللي كثير مهم إنه نعرفها إنه إحنا بندخل المستشفى ونتعامل مع المرضى، هنتعامل مع شخص مش هنتعامل مع كتاب. فلازم أنت تعطي اهتمام أكثر لإيش؟ تعطي اهتمام أكثر لـ interpersonal approach، أكثر من برضه زي ما إنك تعطي اهتمام للعلم اللي بتتعلمه، برضه تعطي اهتمام للـ interpersonal approach، إنك يعني تتعامل مع شخص.
جملة حلولة الفهم، مش يعني مش أشياء. طيب زي ما حكينا انه بتتعلق بجابس وكوميونيكيشن، راح تلاقي انه بتتعلق بالديفرنسز اللي موجوده بينك وبين بينك وبين الدكتور، سواء كان في فرق كبير بالعمر داخل على الدكتور، مثلا مريض كثير كثير كبير بالعمر بينما الدكتور شاب شباب صغير، هذا يعتبر من الباريرز، ممكن يؤدي الى انه يصير في خلل بالكوميونيكيشن بينك وبينه. الجندر نفسه، مثلا ممكن تلاقي مثلا دكتور شاب مش عارف يتعامل مع المريضة الجاية عنده، والعكس صحيح ممكن، يعني ما تعرف. سوشيال ايكونوميك ستيتس، زي ما حكينا قبل شوي، السوشيال ايكونوميك بحد ذاته تعتبر عامل شخصي، لكن الفروقات بالسوشيال ايكونوميك ستيتس بين المريض والدكتور ممكن برضه تشكل عائق. education level نفس الشيء اللي هي قلنا literacy، اصلا low literacy هي بتأدي بشكل دايركت الى انه يكون في فرق بال education level بين الدكتور والمريض تاعه. ال culture اللي هي يعني ال language، ممكن انه ال language برضه انه الدكتور بيحكي لغة ممكن المريض مش فاهم عليه، هاي كلها فروقات. اذا اي شيء فيه اختلافات وبيأثر على communication بين الدكتور والمريض يندرج تحت هذا البند، بدوش كلام. سيستم ريليتد، ايش هو السيستم؟ السيستم يا اخوان هو الاشي اللي مسؤول عن تصحيح الاخطاء، هو الاشي اللي المفروض يمسك الباريرز الثانيات ويلاقي حلول لهم. يعني مثلا المستشفى الكبير نفسه، النظام الصحي داخل المستشفى هو السيستم، فاذا هذا النظام الصحي داخل المستشفى ما قدر يقوم بوظيفته يعتبر بارير. شو هي وظيفته؟ وظيفته انه يمسك المشاكل الثانية والباريرز الثانية ويحلها، اذا ما قام بهاي الوظيفة يعتبر بارير. طيب يقول لك ايش الميشن بتاعته، من احد الميشنز بتاعته اللي لازم يسويها انه يزيد الكواليتي بتاعت الانكاونتر، يعني يحسن جودة الريليشن شيب والانكاونتر بين الدكتور والمريض، هاي وظيفته. يتعامل مع مين؟ يتعامل مع الاندر سيرفد والان سيرفد بيبل اللي حكينا عنهم قبل شوي، اللي هم بيكونوا مثلا ماينوريتيز، المجتمع مش كثير مهتم فيهم اصلا، فالسيستم الصحي نفسه لازم يعالج هاي المشاكل، اذا ما عالجها يعتبر بارير. احد الامثله الثانيه بيشنت بروفايدر ريشيو، شو يعني بيشنت بروفايدر ريشيو؟ يعني قديش عندك دكتور بالمستشفى وقديش مرضى بيدخلوا على هذول الدكاتره، اذا عندي مثلا بقسم الباطني 5 دكاتره بهذا المستشفى، مثلا قسم معين بيدخلوا عليهم 1000 مريض باليوم، طب 1000 مريض وخمس دكاتره، هاي نسبه كويسه؟ لا، هاي نسبه سيئه، هاي نسبه شو مالها نحكي عنها؟ ايش نحكي عنها؟ ان ريزونبل. فايش وظيفه السيستم؟ انه يمسك هاي المشكله ويعدلها. كيف ممكن يحلها؟ ممكن يزيد عدد الدكاتره، ف تصير الراتيو هاي منطقية أكثر، يقدروا الدكاترة يتعاملوا مع المرضى اللي بيدخلوا عليهم خلال اليوم نفسه. جميل جميل. طبعا أنا كاتب عنده برود ليش؟ لأنه بتعامل مع المشاكل نفسها اللي حكينا عنها قبل شوي، بتعامل مع البيرسونال، المشاكل الشخصية، بتعامل مع المشاكل الموجودة بين الدكتور والمريض نفسهم، إيش بيضمن إنه تكون العلاقة بين الدكتور والمريض علاقة كويسة، فهو بتعامل معها، ما قدر يتعامل معها بس بصير بارير كبير، بس يعتبر إيش؟ سيستم ريليتد بارير، إذا ما قدر يتعامل مع هاي المشاكل. هاي سؤال ثاني، يعني خلينا نشوفه بتعلق بالباريرز. بيقول لي which of the following is not a barrier to health literacy، مش عائق انه تحسن الليترسي نفسها، او مش عائق بيؤدي لانه الليترسي تصير مشكله لو الليترسي. يعني previous exposure to health system، هل يا اخوان زي ما قلنا قبل شوي تعرضك للمرض او تعرضك لا او انك تعيش جوا health system اشي كويس ولا سيء؟ اشي كويس، معناته هاي مش ايش مالها، مش بارير، معناته هاي مش بارير، معناته هي المفروض تكون الجواب. بس خلينا نقرا الباقيات على طول. فايه هي الجواب؟ هي ايه الجواب صح، يعني انك تعيش قلنا بهيلث سيستم تتعرض لكرونيك إلنس يعتبر اشي كويس، انه راح يعطيك تجربه تتعلم من هاي التجربه ويزيد مستوى وعيك بالجانب الصحي. اولدر ايج، قلنا الناس الالدرلي هم اكثر عرضه انهم اصلا يكونوا ايش، اكثر الناس اللي بيكون عندهم ايش الليترسي او لو ليترسي، فتعتبر اكيد بارير. وقلنا اصلا الايج يعتبر برضه من المعيقات والباريرز البيرسونال اللي قلنا عنها قبل شوي. فيري فيو انكاونترز، هاي عكس هاي يا اخوان، قلنا التعرض شيء كويس، فيري فيو انكاونترز مع السيستم، او فيري فيو انكاونترز مثلا ممكن نفهمها برضه انه بين الدكتور والمريض، ممكن تفهموها اكثر شيء، وبكل الحالات تعتبر شيء سلبي، فبالتالي هاي برضه بارير وهاي بارير. لو سوشيو ايكونوميك ستاتس برضه قلنا هي شيء سيء ويعتبر بارير. كومبلكس النس وتريتمنت قلنا يعتبر شيء سيء، قلنا هو يعتبر اللي يؤدي الى ايش؟ اندبندنس اوف ايش؟ اندبندنس اوف ايش؟ اوف اديوكيشن والعوامل الثانيه، لانه يعني ممكن قلنا الواحد يكون عنده اديوكيشن كويس واشياء كويسه، سوشيو ايكونوميك ستاتس كويسه، بس نفس الوقت ايش؟ الكومبلكس كومبلكسيتي اوف النس كانت بارير، مستوى اعلى لسته، فاعاق كثير مستوى الفهم عند المريض. حلو حلو.
communication intervention to improve health literacy. يا اخوان هذا الاسلوب بالله احكوا لي اذا كويس ولا لا، تاعي نحط اسئله سنوات زي هيك ممكن نصير نعتمده اكثر من ناحيه لما نيجي نشرح. يعني communication intervention to improve health literacy، شو الاشياء اللي ممكن نسويها عشان نعالج مشكله الليترسي الليترسي ونزيد الليترسي في المجتمع؟ شو الاشياء اللي ممكن نسويها؟ هي اشياء جدا بسيطه يا اخوان. قلنا الدكتور قبل شوي لازم ينزل للغه المرضى تاعونه، لازم يتعامل مع المرضى باللغه تاعتهم. فهاي الاشي برجع امين، برجع على الدكتور، استخدم بلين لانجويج. شو يعني بلين لانجويج؟ يعني يستخدم لغه بسيطه، بلين اند سمبل، يعني شيء بسيط. عكس مين؟ عكس الكلمه راح نلاقيها هون بعد شوي، او لا مش هون، راح نلاقيها نهايه التفريغ راح اوريكم اياها. في كلمه ثانيه، مصطلح ثاني راح اوريكم اياه، معناه شيء معقد يعني. فبلين لانجويج ونستخدم الستريشن زي ما قلنا، لانه قلنا المرضى بيحبوا يشوفوا فيجوالز اكثر، فاستخدم بلين لانجويج والستريشنز. انتوا هاي نقطه مش كثير. هاي جدا مهمة عليها سؤال سنوات، لازم الوقت تاع المريض الدكتور، لان المريض قد الدكتور قديش بعطي كل مريض وقت عشان يعطيه دياجنوسيس ويحكي معه هذا الكلام كله، لازم الوقت ها يزيد عن 6 ل 10 دقائق، مش يقل عنه. ممكن سؤال سنوات مثلا يجي يقول لك مثلا بيقل عنه، اقل، يقول له انه لازم الدكتور يحاول يقلل المدة تكون اقل من كذا. لا، بيقول له غلط، لازم يزيد المدة، لازم تكون بالحد ادنى 6 ل 10 دقائق. ادفوكسي هاي يا اخوان معناها مناصره، يعني انه مش عارف شو اقول لكم اياها، كلمه جدا غريبه بس انه كلمه ايجابيه، يعني اشياء ايجابيه برضو. بروفايدرز ناو نوليدج نوليدجبل، شو كيف يعني هاي الموضوع؟ يعني زي ما قلنا بعد شوي هاي هسه راح نحكيها بالفقره هاي. اوكي، هاي هسه راح نحكيها بالفقره اللي تحت، اكثر شيء راح نذكرها بالفقره اللي تحت. كيف الدكتور بده يكون يعرف اذا اصلا المريض قدامه عنده مثلا نوليترسي او عنده مشاكل في هاي الامور عشان يعرف يتعامل معه، عشان ينزل لمستوى، كيف بده يفهم هاي الامور؟ بعد شوي راح نحكي انه في انديكيشنز، في اشارات الواحد لازم يكون الدكتور متبع عليها وهو قاعد بيحكي مع المريض قدامه عشان يعرف اذا المريض مش فاهم عليه، فيعيد صياغه الجمله بطريقه ثانيه، يعيد صياغه الجمله باسلوب ثاني. فهي الامور كلها لازم الدكتور يكون منتبه عليها، لازم الدكتور يكون عنده نوليدج وعنده وعي عشان يفهم على انه المريض اللي قدامه ايش ماله مش فاهم عليه، فايش يعمل؟ يغير اسلوبه، يعيد صياغه الامور كلها. فيدباك لوب برضه من الاساليب ممكن يتبعها الدكتور عشان يفهم انه المريض اللي قدامه فاهم او مش فاهم عليه. اذا هذول الثنتين هم من الاساليب راح يتبعهم الدكتور، هذول النقطتين راح نحكي عنهم بالفقره هسه هاي، الاساليب اللي يتبعها الدكتور عشان ايش؟ عشان يفهم انه المريض اللي قدامه فاهم عليه او مش فاهم عليه. هاي اهم شيء، هاي بدها يحفظ لها. يعني تخيلوا يا اخوان بعد كل هذا لقينا شيء بده يحفظ لها، هي 6 ل 10 دقائق لازم يزيد عنها، اوكي مش يقل عنها، يزيد عنها. Assessing health literacy يا اخوان هسه من الاسسمنت تول بيستخدموها بالريسيرشنج بيربوسز، يعني احنا كدكاتره ما بنستخدم هاي الاشياء. شو بدها تكون برايكم؟ راح تكون عباره عن تيست، راح تكون عباره عن فورم ممكن يتوزع على ناس موجودين عايشين بمناطق كثيره، يسالهم عن عدة أسئلة وبناء عليهم استنتجوا هاي الأشياء. هاي هم التست، احفظوهم، ممكن يجي عليهم أسئلة، ما عليهم سنوات شفت، لكن ممكن يجي عليهم أسئلة، عرضة للأسئلة يعني، احفظوهم. هذول إيش مالهم؟ هذول للريسيرشنج بيربوسز، ما بنستخدمهم كدكاترة. أما الأدوات بنستخدمهم إحنا كدكاترة، هاي هم مهمات جدا وممكن يسألوا عنهم. إيش هم؟ زي ما قلنا فيدباك لوب أو كلوزنج لوب. شو يعني؟ معناته يا جماعة إنه أنت تسأل المريض، إيش تسأله؟ إنه يعمل ريستيتنج للإنفورميشن اللي أنت حكيتها بطريقته الخاصة. فإذا المريض ما كان فاهم عليك إيش بتحكي، بترجع تحكي له معلومات بطريقة ثانية. إذا ما كان فاهم عليك المريض، ما قدر يعمل ريستيتنج للإنفورميشن، تروح أنت شو بتسوي؟ بتحكي المعلومات هاي بطريقة ثانية، بتعملها ريستيتنج للإنفورميشن، أنت ترجع تذكر المعلومات بطريقة ثانية. إذا كان المريض فاهم عليك خلاص تنتقل للشيء اللي بعديه، تنتقل للمعلومة اللي بعديها، وهيك بتكون متبع إنه المريض فاهم عليك بكل شيء أنت قاعد بتحكي، بيكون في فيدباك بينك وبينه. تكون الاشي ديسكشن بينك وبينه عشان ايش؟ تتاكد انه المريض متبع معك وفاهم عليك. بتعيد المعلومات المهمه، هاي مهمه جدا. افويد تيست لايك اتموسفير. شو هم التيست لايك اتموسفير يا اخوان؟ هيهم قلنا هذول ما بنستخدمهم احنا مع الدكاتره كدكاتره وعلاقتنا مع المريض ما بنستخدمهم. مش منطق تروح تحسس المريض انك قاعد بتعمل له اختبار عشان تعرف اذا هو عنده لو ليترسي، يعني مش منطق صح؟ فبدك تكون حدق، عندك الإمكانية إنك تلقط الهنتس، هذول اللي بيكونوا يسموهم تلقط الهنتس، يعني عشان تعرف إذا المريض اللي قدامك إيش ماله مش فاهم عليك. فأفويد تيست لايك أتموسفير، ابتعد عن إيش الأتموسفير اللي بيكون تبين إنه المريض إنه أنت قاعد بتعمل له تيست، ابعد عنهم هاي الأشياء بهاي العلاقة بينك وبين المريض. إنديكيتورز، هاي الأشياء الهنتس اللي أنت لازم تلقطهم بنفسك،
غير الفيدباك لوب. الفيدباك كلوزنج لوب هاي انت بتعملها بتكون زي ديسكشن عشان تتاكد المريض انت بعناقه فاهم عليك. في اشياء ثانيه هنتس ممكن تبين انه المريض مش فاهم عليك، وهم اشياء كثير سهله وكاتب امبورتنت تو يو از دكتور، يعني اشياء حلوه جدا الواحد برضه لازم تكون متبع عليهم مش تناساهم. يعني اذا شفت بالمستقبل انت مريضك راح على الاستاف الموظفين موجودين مثلا المستشفى او ناس ثانيين المستشفى او مقيمين او اي احد المستشفى وقاعد يساله انه شو الدكتور حكى، انه فهمت شو قصده الدكتور بهذا الشيء، بتعرف انه المريض ما كانش فاهم عليك او انت اسلوبك في الكلام ما كنتش نازل للمستوى تاعه، ما كانش فاهم عليك. زي ما قلنا انه المريض لما يكون عنده لو ليترسي بصير ايش؟ بصير مش كثير ملتزم، بصير مش ملتزم لا بالادويه تاعته ولا ملتزم بالمواعيد تاعته. فهي من الهنس اللي انت برضه لازم تكون منتبه عليها، انه اذا شفت المريض تبعك مثلا مش ملتزم لا بمواعيده ولا بالادويه تاعته تنتبه هاي الشيء. ويا اخوان السايلنس، السايلنس في مقوله بيقول لك انه السكوت علامه الرضا، يعني لا مش هون يا اخوان هون المريض ممكن يكون خجول، ممكن يكون مش فاهم اصلا، ممكن يكون خجلان يجي يقول لك زي ما قلنا بيكونوا اشامت انه ايش، انه يجي يقول لك انه والله يا دكتور انا مش فاهم عليك. فانه انت بدك تكون عارف انه سايلنت معناته ايش، ممكن يكون احتماليه كبيره انه هو خجلان ومش فاهم عليك اصلا، بس مش بدوش يحكي لك يعني. حلو، فهاي المشكله يعني. يا اخوان كان في صوت اول الفيديو، بعرفش اذا اللي كان طالع، فاعذرونا اذا كان في صوت هيك زي اشي حولنا يعني، ان شاء الله يكون فيديو يعني كويس. خلينا نكمل. قلنا السايلنت هو مش اشي كويس يعني، لازم انت تكون منتبه له. يعني ممكن لو شفت الواحد ساكت تروح تساله، يعني حاول اساله زي ما قلنا، حاول اعمل فيدباك لوب بينك وبينه عشان ما يضل ساكت، عشان تتاكد انه انت قاعد تساله انه فاهم عليك او مش فاهم عليك، لازم يكون في فيدباك بينك وبينه. حلو حلو. هاي يا اخوان سوالف حصيله خلقوها هبل يعني. طيب في شيء في الشكل عندنا هون، احنا جاوبنا هاي سؤال سنوات هون. اوكي بقولنا هون هاي الانترفنشنز قلناها انه الاشياء ممكن تسويها، اشياء كويسه ممكن تسويها. قلنا ادفوكسي يعني كلمه كويسه، مش شايف كيف ممكن تدخل بهاي الجمله صراحه، ما بحثتش كثير يعني عن معناها كذا يعني، بس انه معناها انه تساعده كذا او تناصره بالمشكله تاعته كذا يعني. فيدباك لوب اكيد شيء كويس. تايم تو كونستراكت ريدنج ماتيريال يوزنج بلين لانجويج، بلين لانجويج اند الستريشنز اكيد شيء كويس. شايفين هي هون بروفايدر بيشنت تايم نوت تو اكسيد 6 تو 10 مينتس، لا قلنا بالعكس لازم تزيد عن 6 تو 10 مينتس، معناته هاي هي الجواب دي. والاخيره ايش بتقول لك؟ بتقول لك انه لازم يكون نوليدجبل اند سكيلد، عشان ايش؟ عشان يقدر يتعامل مع المشكله هاي، عشان يقدر يعرف انه اللي قدامه ايش ماله، عنده هيلث ليترسي او لو ليترسي ويتعامل مع هاي المشكله. زي ما قلنا كيف تتعامل مع هاي الاشياء هاي تحت كلها عشان تقدر تعرف انه المريض ما عنده مثلا لو ليترسي او ليترسي. عفوا. طيب كم لنا شارحين يا اخوان؟ بديش كثير اطول بالفيديو، عم بحاول كثير استعجل. الحمد لله 45 دقيقه يعني، هسه 10 دقائق ربع ساعه نكون خلصين ان شاء الله، احاول انه نكون خلصين فيهم. خلينا نكمل. importance of using plain language، قلنا البلين لانجويج هم من الاشياء اللي لازم الدكتور يحاول يتبعها، انه يستخدم اسلوب بسيط وكلمات ينزل لللانجويج تاعت البيبل. شايفين؟ فبرجع بعيدك مره ثانيه، شايفين قلت لكم كل المحاضره حكي جرايد، برجع بعيد لكم نفس المعلومات مره ثانيه. لانجويج ذات ذا بيشنت اندرستاند، تنزل لللانجويج تاعت البيشنت، تنزل لللانجويج تاعت البيبل. هون في معلومات مهمه برضه حكيناهم، انه زي ما قلنا قبل شوي انه انت لازم تكون مختصر بكلامك، مختصر مفيد، ولازم تحكي اشياء مهمه اول شيء. بس في شيء زياده هون، لازم تبلش بايش؟ تبلش بالتريتمنت قبل تحكي على السايد افكت. يعني انت اول شيء بدك تحكي عن المريض، بدك تحكي له والله بدك تعطيه دواء، بدك تحكي له عن السايد افكت تاع الدواء قبل ما تحكي له عن التريتمنت نفسه. لا تحكي له عن الدواء بعدين تحكي له عن السايد افكت، مش ده بدهاش كلام بس مهمه يعني، ممكن يزرع عنها. حطوها براسكم انه تريتمنت اكيد قبل السايد افكت بديهيه اصلا. الجمله بعديها المهمه، استخدم اكتف فويس بدل الباسيف فويس. شو الاكتف فويس وباسيف فويس يا اخوان؟ هي جمله كثير مفلسفه لكن بيسالوا عنها بيجيبوها يعني بالامتحان. اكتف فويس وباسيف فويس يعني الانجليزي حرفيا يعني الباسيف بتاعت الانجليزي وكذا. بقول لك مثلا يور بلاد بريشر والبي مونيتور ذا جيول بي، وانت لازم تقيسها البلاد بريشر تاعك. ف بقول لك انه اكتشفوا انه لما تخاطب المريض بصيغه الاكتف، لما تقول له انت لازم تسوي كذا، انت لازم تعمل كذا، انت لازم تاخذ الدواء، انت لازم تقيس ضغط الدم تاعك كل كذا، انت لازم تيجي تراجعني بعد كم يوم. بتقول له بهاي الصيغه بيلتزم اكثر من لما تيجي تقول له انه والله هذا الدواء لازم
تكون ماخذه كل كم، والله هذا الفحص لازم تعمله كل كم، بيلتزم اكثر لما تحكي معه بصيغه الباسف. فالاكتف فويس او صيغه اكتف استخدمها اكثر من الباسف، عليها اسئله لكنها جمله فلسفيه. لانجوج مايت ديفر نفس الشيء، بسبب الفروقات بالكلتشر وهي الاشياء قلنا ممكن يصير في اختلافات باللانجوج، فلازم تكون مراعي هذه الاشياء كلها. نيجي على سؤال سؤال على الشيء. All of the following are strategies to use when communicating with patients with low literacy except using passive voice. لا قلنا active voice، معناته هاي خلاص هي هاي الجواب. خلينا نقرا الباقيات. الجواب ايه شايفين؟ خلينا نقرا الباقيات. Presenting important points first اكيد قلنا، وقلنا برضه تكون مختصر بكلامك وتستخدم تحكي عن التريتمنت قبل ما تحكي عن السايد افكتس. لازم تكون معطي اهتمام لايش؟ الكلتشر واللينغويستيك ديفرنسز، فهي جمله برضه صحيحه وانت قاعد تتواصل معهم. استخدم بلين وسمبل ترمينولوجي اكيد برضه جمله صحيحه. ولو استخدم التكنيكال تيرمز اكيد لازم توضحها، يعني ذا الكلام تستخدم بلين لانجوج، ولو اضطريت تستخدم مصطلحات طبيه لازم توضحها. Organizing complex thoughts and ideas into understandable parts، جمله بديهيه صحيحه ان شاء الله اكيد مش بدهاش كلام. فبدل الباسف فويس هو الخطا، لازم تستخدم ايش؟ active voice. نيجي للقسم الثاني من الناس يا اخوان بالمحاضره هاي اللي بنحكي عنه. بعد ما حكينا عن low literacy people نحكي عن الناس ايش مالهم، عندهم مشاكل امراض مزمنه، الناس عندهم chronic diseases. ومن اشهر الامثله الناس عندهم chronic diseases مين هم هذول؟ كانسر، مرضى السرطان، الله يشفيهم ويعينهم يا رب. مرضى السرطان هذول يا اخوان عندهم مشاكل بتكون، يعني لما الواحد يسمع انه عنده احتماليه انه يكون عنده سرطان كثير اشي صعب، كثير رده فعله راح تكون صعبه. فلازم الدكتور يعرف انه يتوقع هاي الرياكشنز من المرضى داخل العياده تاعته، فلازم يمتص الغضب تاعه، لازم يعرف انه فيش اشي شخصي اكيد، يعني المريض اكيد راح يتضايق، لازم تمتص الغضب، لازم تتعامل مع المريض بطريقه كويسه. بس بدنا نحكي عن هاي الاشياء. زي ما قلنا هم يعتبروا سبيشال انتيتيز، لازم في اشياء معينه لازم تعملها عشان تتعامل معهم. ممكن الموضوع اكيد راح يكون صعب، مش سهل تتعامل مع مريض اكيد سمع انه مصاب بسرطان such as cancer. يعني بنحكي هسه عن المريض اكثر، نحكي عن المريض هسه. المريض يا اخوان لما يسمع انه مصاب بسرطان اول شيء راح يصير معه انه راح كثير يتضايق، راح يزعل، يصيبه زعل كثير مش طبيعي، وراح يتوتر صح؟ اكيد راح يصير عنده ايش؟ فير انكزايتي. تتهيأ راح يسمع اول شيء ممكن يجي على بال المريض، اول شيء راح ياثر على نفسيته هو الزعل، وانه يتفاجئ بالموضوع فكثير توتر، يعني ما توقعش يسمع هذا الشيء اكيد صح ولا لا. بعديها اكيد المريض راح يكون متضايق، فممكن اي شيء ينرفزه، ممكن اي شيء ينرفزه داخل العياده. فاتوقع انه المريض ممكن يكون معصب كثير منك، اتوقع انه المريض ممكن مش راح يكون شيء شخصي، اكيد لازم تاخذ الاشياء هاي انه بسبب المرض، فانت تتعامل معه بطريقه كويسه، لازم تمتص الغضب هذا. فاول شيء في انكزايتي، بعدين انجر اند هوستيليتي، بيكون معصب ومضايق كثير. وعلى المدى البعيد هذا الشيء ممكن يوديه على ايش؟ انه يصير عنده ديبريشن، انه ايش؟ استسلم، جيف اب. ديبريشن واستسلم ممكن لا سمح الله تؤدي فيه انه يروح ينتحر. هاي اسوأ الاشياء واكثر الاشياء السيئه، واكثر الاشياء لازم الواحد يكون معطيها اهتمام بالتعامل مع هذول المرضى. لانه لازم نحكي حكينا احنا مثلا بعضلات الميديسن، الناس بيكون عندهم الاشياء هاي الصعبه الكرونيك ديزيز وكذا، لازم يكون في عندك وخصوصا برضه مثلا السموكينج والاشياء هاي اللي بتكون خلص يعني مستوليه على الاذهان وكذا، لازم يكون عندهم غير الفارماكولوجيكال تريتمنت ايش؟ سايكولوجيكال تريتمنت، تعامل مع ايش؟ تعامل مع النفسيه تاعتهم برضه، تكون قاعد بتوفر لهم دعم نفسي برضه. ليش؟ لانه اذا وصلوا لمرحله الديبريشن واستسلموا ممكن لا سمح الله يروحوا ينتحروا وينهوا حياتهم بايديهم. واحد الطرق الثانيه ممكن يسلكوها على المدى البعيد هو انه خلاص رضي بالموضوع، ريزوليوشن واكسبتنس، واقتنع انه هذا قضاء الله تعالى وقدره، يعني وصل لمرحله انه قبل بهاي الاشياء كلها. اذا اول شيء ببلش الواحد ايش؟ ببلش الواحد انه ايش؟ اول شيء زي ما قلنا ساد، عنده فير، خوف، انكزايتي، خايف اول ما يسمع الخبر، بيكون خايف كثير، خايف كثير لما يسمع الخبر وتوتر. بعدين ايش ممكن يصير معه؟ بيصير معه انه ايش؟ بتضايق كثير، ممكن يعصب، ممكن يصير سلوكه اجريسيف، انجر اند هوستيليتي. ثالث شيء ممكن يصير معه على المدى البعيد هو الدبريشن، ممكن يوصل لمرحله انه جيف اب من الحياه كلها يعني، فيروح ينتحر لا سمح الله يعني. وسوليوشن اخر ممكن يصير معه او رابع حل وان شاء الله يعني كويس واحسن شيء، انه يوصل لمرحله خلاص انه اكسبتنس وايش؟
وريزوليوشن، يعني خلاص اقتنع بالموضوع وانه هذا قضاء وقدر. يعني اكيد هون كل الايموشنز شو اساسها يا اخوان؟ كل الايموشنز بتبلش من عند الفير والسادنس. زي ما قلنا اول شيء الواحد بحس فيه هو الفير والانكزايتي، فير سادنس انكزايتي، كل شيء ببلش من عند هذا الشيء. بعدين بالشيء بتطور انه يصير مثلا انجر وهوستيليتي، بعدين انه على المدى البعيد يوصل للديبريشن، وممكن بعدين يوصل لاكسبتنس وريزوليوشن. فانا حاط لكم انه فير واخر شيء ممكن يوصل له الخيار الايجابي، يعني هو الاكسبتنس. خلينا نشوف سؤال سماعة هاف. Which of the following is not one of the stages of adaptation to illness and injury؟ شو أشياء من المراحل مش من المراحل اللي بمر فيها المريض لما يسمع عن خبر إنه عنده مرض وكذا يعني؟ Fear and anxiety، هذا أول مرحلة. Resolution and acceptance، هاي آخر مرحلة. Anger and hostility، هاي ثاني مرحلة. Joy and happiness، أكيد لا، فمعناته الجواب دي. Depression، هاي مرحلة اللي ممكن تؤدي الواحد إنه يستسلم وكذا، فالجواب دي إن شاء الله، وجواب دي فعلا. طيب بقول اليوم احد المشاكل ممكن تواجه المرضى ريكرنج ريسبونسز، يعني انه هذا الشيء يضل يتكرر معه. كيف يعني؟ يضل تتقلب نفسيته باستمرار، فلما يضل يتكرر معه رده الفعل تاعت انه معصب بتضايق كذا، بيحاول يتعامل مع الموضوع بشكل كويس، بعدين برجع بتضايق برجع كذا، وبعدين ممكن يوصل لمرحله الدبريشن زي ما قلنا. فهي الاشياء كلها ممكن تؤدي له، هي الاشياء الثلاثه نحكي عنهم هسه، احفظوهم مهمات جدا، ممكن يجي عليهم اسئله. هيلبلسنس، شو يعني هيلبلسنس؟ يعني الواحد قديش ما سوى، الواحد فعليا قاعد بيسوي كثير بس شايف حاله قديش ما سوى اشياء ما راح يفيد. بقول لك ايش؟ despite what they do nothing will help. قديش ما سوى الواحد ما راح يفيد اصلا. powerlessness، يعني اصلا هو شايف حاله انه فيش شيء ممكن يسويه. بقول لك كان significantly affect specific outcome، يعني هو شايف حاله فيش شيء ممكن يسويه ممكن ياثر على هاي الحاله. اذا اول شيء قلنا helplessness يعني ايش؟ يعني قديش ما الواحد سوى شايف حاله قديش ما سوى على الفاضي. ثاني حاجه بقول لك powerlessness يعني ايش؟ يعني هو شايف حاله انه اي شيء بسويه او كان significantly affect فيش افكت ممكن يعني ياثر على هذا الشيء. ثالث حاله وهي الأسوأ hopelessness، وهي انه يوصل لمرحله الدبريشن ويستسلم وجيف اب، ممكن هذا الشيء يؤدي فيه لا سمح الله ايش؟ suicide. فاذا بقول لك هون hopelessness despair give up، وبقول لي هون المين بروبلم تبعت الهوبلسنس هي الدبريشن اللي ممكن تؤدي لايش؟ للسويسايد زي ما قلنا قبل شوي. فاذا هوبلسنس دبريشن سويسايد كلهم عمله لوجه واحد جيف اب. اما الهوبلسنس والبورلسنس فهم لسه مراحل تكون قبل شوي. يعني الهوبلسنس هو انه الواحد بيقول لك انه والله انا قديش ما سويت وبعمل وبسوي وكذا بس على الفاضي. وثاني واحد بيقول لك انه البورلسنس اللي هو انه والله فيش شيء اسويه اصلا، يعني كانت افكت سيجنيفيكنتلي الوضع اللي انا موجود فيه. هاي وهاي نحكيهم مع بعض هسه. كيف تتعامل مع مشاعرك ومشاعر المريض يا اخوان؟ هسه التعامل مع المشاعر ومشاعر المريض هو شغلتين. تتعامل مع المشكله نفسها، بتتعامل مع المشاعر الناتجه عن هاي المشكله. التعامل مع المشكله نفسها بنسميه ايش؟ بنسميه كوبينج، وهو بيعتبر مانجمنت اوف ذا بروبلم. التعامل مع المشاعر الناتجه من هاي المشكله شو بنسميه؟ كونسلنج. فكونسلنج كوبينج مصطلحين جدا مهمات، احفظوهم ميزوا بيناتهم. كوبينج متعلق بالمشكله، كوبينج وذ ذا بروبلم نحكي، تعامل مع المشكلة management of the problem. أما counseling تعامل مع إيش؟ تعامل مع المشاعر اللي إجت من المشكلة، ف deal with the emotions. الثنتين موجودات عند الدكتور وعند المريض. أنت برضو تتعامل مع مشاعرك، أنت لما يطلع من عندك المريض أو يدخل عليك مريض يكون تشخيصه سيء تتعامل مع مشاعرك أكيد، يعني أنت برضو راح تتضايق، أنت راح تخاف إنه لا سمح الله ما تعرف تتعامل مع هيك مرضى، إنه لا سمح الله بعد ما المريض ردة فعله كانت كثير سيئة أنت ما تعرف تتعامل مع هاي ردة الفعل هاي. فيكون عندك برضه في انكزايتي انك ما تقدر تتعامل مع مرضى السرطان لا سمح الله. فعشان تقدر تتعامل مع المشكله تتعامل مع المشاعر تاعتك. ونفس الشيء بالنسبه للمريض، كيف بدك تتعامل مع مشاعر المريض؟ بدك تحاول تمنع هاي المشاعر تاعت المريض، تتعامل مع المشاعر تاعت المريض، بتحاول تتعامل مع ايش برضه؟ تتعامل مع ايش؟ تتعامل مع المشكله اللي عند المريض. كيف تتعامل مع المشكله عند المريض؟ انك تحكي له انه تعطيه اكسبلينيشنز، تحكي له عن الكنترول تاع التريتمنت، تحكي له عن المشكله نفسها، بتحاول تتعامل مع المشكله نفسها، تحكي له انه راح يكون في علاج وراح ينضل معك وكذا. convince the patient that there is something or someone to live for، يعني وانه انت راح تضل معه طبعا عشان تساعده. وهذا كله راح يقلل ايش؟ راح يقلل الهيلبلسنس والمشاعر اللي قلنا عنها بعد قبل شوي اللي هي ممكن تصير بسبب انه لا سمح الله الواحد شاف حاله انه مش قادر يسوي شيء اصلا. فلما انت تعطيه شيء يعيش عشانه، لما انت تقول له انه في حل للمشكله، اكيد راح تقلل المشاعر هي راح تمنعها. لما تعالج المشكلة من جذورها، لما تتعامل مع المشكلة بشكل صحيح وتعالجها من جذورها، راح تمنع المشاعر نفسها برضو السلبية هاي.
زي ما قلنا، ممكن الواحد يتعامل مع المشكلة فيعالج المشكلة والمشاعر، ممكن يتعامل مع المشاعر نفسها بشكل منفصل، كوبينج اور كونسلينج. هون بحكي لي انه الكوبينج للمشاكل وهي الاشياء والمانجمنت تاعتها، لما انت بدك تتعامل مع ظرف صعب مريت فيه بحياتك، هذا كله يا اخوان بيعتمد عليك انت نفسك، بيعتمد على الاشياء الموجودة جوا العقل تاعك، بيعتمد على طريقة تفكيرك بالحياة، طريقة تفكيرك بالظرف هذا. فانت الكوبينج with a problem ممكن يكون ايجابي ممكن يكون سلبي، مش كلمه كوبينج بحد ذاتها مش شيء كويس دائما. فلما تحكي كوبينج هي مانجمنت، مانجمنت ممكن يكون مانجمنت بطريقه كويسه، ممكن يكون مانجمنت بطريقه سيئه. مانجمنت بطريقه كويسه انك خلاص اقنعت حالك انه هذا الشيء مثلا مثلا اذا كانت المشكله لا مفر منها اقنعت حالك بهذا الشيء، اذا كان في حلول وكذا اقنعت حالك انه لازم تكمل حياتك وفي حلول وكذا، اقنعت حالك بطريقه ايجابيه بوزيتيف. اذا كان انت قاعد تهرب من المشكله تهرب زي كيف يعني، مثلا لا سمح الله، وان شفت مثلا جبت لكم فقره من شات جي بي تي بحكي لك امثله حلوين، مثلا لا سمح الله بيقول لك هون طبعا ممكن يزيد الريسك اوف موربيديتي ام مورتاليتي، لا سمح الله مثلا اذا الواحد تعاطى مخدرات ولا ادويه عشان ايش؟ عشان يحس انه ايش؟ عشان يحسس حاله انه يتناسى الموضوع، يتناسى المشكله، يتناسى الظرف اللي هو مر فيه بحياته، فهذا يعتبر نيجاتيف كوبينج مش شيء كويس اكيد يعني. نفس المبدا اذا ايش؟ نفس المبدأ إذا الواحد ظل مثلا كاتم الإشي جواه مش قاعد بيعمل كوبينج أصلا، هو بس إنه قاعد بيحكي إنه أنا مش عادي مش مالي إشي مش مشكلة وكذا، وهو فعليا متضايق وضاغط حاله جواه على الآخر. ما أنت تكون كلك ستريس وضاغط حالك على الآخر جواك ممكن يؤدي لا سمح الله إلى كارديو فاسكولار بروبلمز، مشاكل في القلب وكذا، فهي تعتبر من الآثار السلبية للكوبينج ونيجاتيف كوبينج يعتبر. حلو، فهيك حكينا عن نيجاتيف كوبينج. هاي يا اخوان مصطلح هيك عطي لي اخر شيء انه denial of the existence، يعني انه انت اصلا مش مقتنع انه في شيء. يعني مثلا هاي برضه من المشاعر ممكن تتكون للمريض، مثلا ممكن تسموها انها صدمه، يعني لما الدكتور يقول للمريض انه والله احنا بنشتبه انه انت ممكن عندك ورم سرطاني وكذا، فالمريض انصدم وقال له مستحيل ومش مصدق. انتوا فاهمين يعني؟ اعرفوا الحاله هاي ممكن الواحد يمر فيها لما ينصدم ويوصل لمرحله الصدمه انه مش مصدق اللي قدامه، مش مصدق اللي قاعد بشوفه اصلا. denial of the existence of the problem نفسها of the disease نفسه. هذا مشاعر ايموشن ثاني منفصل عن الشيء اللي حكيناه قبل شوي. approach to truth telling زي ما حكينا يا اخوان ماده المد في شيء كان اسمه bad news، كيف بدك تحكيها للمرضى؟ مش منطق تيجي تحكي له اياها فجاه هيك ستريت فورورد، تشمطه اياها فجاه زي هيك. اكيد بدك تكون ايش؟ بريبير، بدك تعمل بريبير وبلان بيفور تيلينج. ممكن برضه تستخدم اسلوب الكويستشنز عشان توصل للشيء اللي بدك تحكيه مش مباشره. حلو، فبدناش احنا نكون ستريت فورورد بالموضوع. طبعا بدنا نكون ايش؟ بدنا نكون برضه ايش؟ انه اونست، بدناش نمنع اي شيء عن المريض، بدناش نخبي اي شيء عنه، عشان هذا بايش؟ فيولاتينج ذا ايثيكال بيسز، العلاقه بينه وبين المريض الاخلاق الاخلاقيه بينه وبينه تكون مبنيه على الاونستي، لازم تكون مبنيه ايش؟ على الصراحه بينه وبينه والصداقه والصدق، فلازم انه ما نخبي شيء عنه. هذول قلت لكم عنهم قبل شوي، كوبينج للبروبلم والكونسلنج والايموشنز. كون صادق مع المريض، قل له عن اي هارم بوسيبل ممكن يصير معه اثناء المرحله بتاعت العلاج، مثلا الكيمو اللي هو الكيميائي، هير لوس تساقط الشعر، وهي الاشياء كلها بيؤدي له. قول هاي الجملة إنه لازم تخطط قبل ما تحكي. بقول لك إنه مثلا من الأمثلة والأشياء الصعبة اللي ممكن يسألها المريض، يسألك إنه والله دكتور كم ضايل لي حتى أعيش، كم ضايل لي حياتي. بقول لك هاو، لما يسألك إنه survival time how much time before death difficult question يا إخوان، مش سهل تجاوب على السؤال، وغالبا ما حدا بيجاوب عليه بإنه يقول له عدد سنوات، يقول له والله أنت معك كذا سنوات، مش أي واحد يقول له هيك إشي. يعني الإشي أنت لازم تسويه إنه لا انك تعطيه فيك هوبس، ما تقولوش امل زائف، تقول له لازم عادي معك 20 سنه تعيش ولا ابصر كم، وانه برضه تروح تحكي له انه معك سنتين، ولا تقول له معك سنه ولا شهرين ولا ابصر كم تعيش، ما تحكي له هاي الاحتمالين حتى لو كان حقيقه، ما تعطيهمش اياهم. انه مثلا والله دونت برينج ذا ورست نيوز، انه تقول له 2 مانثس تو ليفز، 2 مانثس تو ليف، يعني ما تحكي له شيء هاي. نفس المبدا انه تعطيهوش فيك نيوز، كون متوازن، كون بالانس بين الشيء. وزي ما حكينا فيري ديفيكولت يعني، حتى هون لما الفقره نفسها حاطين السؤال، يعني مش حاطين جواب عليها، ملاحظين حاطين لك بس انه فاليد ديفيكولتي، يعني احكي لك انه دونت جيف فيك نيوز، بنفس الوقت تعطيش الورست نيوز يعني. طيب هاي اقرأوها لحالكم مش مهمه.
هذا حنخلو اقراها هسه برضه، يعني مش كثير مهم. تايب اوف ديفيكلت بيهيفيرز، شو يعني تايب اوف ديفيكلت بيهيفيرز؟ يعني المرضى اللي بيجوا عندك العياده كيف ممكن يكون البيهيفيرز تاعهم؟ ممكن ينقسموا للناس نون ادهيرنس زي ما قلنا قبل شوي، ممكن يكون مريض مش قاعد بيتبع تعليمات الدكتور نفسها، مش قاعد بيتبع العلاج، مش قاعد بيتبع الدواء، مش قاعد ملتزم بالمواعيد. manipulative dependent و complaining and demanding مع بعض، هذول نحكيهم مع بعض. يعني انه المريض نعرف بعض الناس بالحياه بيكونوا بدهم كل شيء يمشي حسب ما بدهم، مش مهتمين انه الدكتور والله مثلا بيعرف اكثر منهم بمجالات الطبيه وكذا، بدهم كل شيء حسب ما بدهم، بدهم مش يسمعوا راي الدكتور حتى. فنعرف هذول الناس شايفين they want things in their way، complaining and demanding نفس المبدا، انه بتذمروا كثير ومتطلبين كثير، بدهم كل شيء زي ما بدهم. aggressive patient ممكن لا سمح الله بعض الاحيان المريض زي ما قلنا يصير angry وهوستايل، ممكن يأذي الدكتور، ممكن يتهجم على الدكتور، ممكن مثلا يكون عنده مشاكل عقلية، ممكن برضه يسوي يأذي الدكتور. زي ما قلنا من أحد المشاعر ممكن تتكون عند المريض إنه إيش؟ denial، والdenial هاي بقول لك ممكن تؤدي لإيش؟ hopelessness. لما أنت هاي ما حكيناهاش قبل شوي بس نحكيها هسه، إنه أنت ترفض وجود الإشي أصلا، خلاص أنت مش مصدق إنه راح تقول، توصل لمرحلة الصدمة لما يحكي لك الدكتور الخبر تكون مصدوم. دينايل ممكن تنتقل بعد الدينايل لمرحلة الهوبليسنس اللي هي انه انت اصلا خلاص ما عندكش امل بالمرة، انه انت كنت مرحلة صدمة، دخلت مرحلة الصدمة، منكر وجود الاشي اصلا نفسه، ممكن يؤدي فيك هذا بعدين الى الهوبليسنس، وانك ايش فقدت الامل كله، جيف اب واستسلمت، وصلت لمرحلة الاكتئاب، واللي ممكن تؤدي فيك زي ما قلنا انه لا سمح الله الانتحار. زي ما قلنا نفس الشيء، هاي شو بدي احكي يعني ديبرست ان بتؤدي فيك للهوبليسنس. اخر اشي يا اخوان، في سؤال سنوات هون حلوات من احكيهم هسه، بس نخلص اخر فقرة يا رب ما اكون جوزت الساعة وشوي، ساعة ودقيقتين الوقت، بس بديك ومخلص يا اخوان. تكنيك ممكن تستخدمها عشان تتعامل مع هذول المرضى اللي قلنا عنهم هسه، اللي هم بيكون عندهم مشاكل. تكنيك هم جدا مهمات، هم عليهم سؤال سنوات بس مهمات وسهلات، جدا سهلات قصدي. ريسبكت اشي بديهي، تبين انه عندك اهتمام وكونسيرن اشي بديهي. اوبجكتيفيتي يا اخوان مش سبجكتيفيتي، هاي احفظوها، انه بتذكر الامتحان ما جابوا سؤال على موضوع الاوبجكتيفيتي والسبجكتيفيتي، ممكن يرجعوا يعيدوها بهاي المحاضره يجيبوا موضوع هذا السؤال برضه. اوبجكتيفيتي مش سبجكتيفيتي يا اخوان. اويرنس اند اوبزرفيشن سكيلز بهاي هاي جدا مهمه. ان كونديشنال بوزيتيف ريجاردز احفظوها هاي، نكون عندك بوزيتيف ريجاردز بشكل unconditional، يعني مش متعلق بظرف معين او متعلق بشيء معين، يعني تكون دائما فاصل اي شيء والظروف اللي حواليك بتعاملك مع المريض، فدائما عندك positive regards بتعامل مع المرضى. concern interest وقلنا objectivity awareness and observation skills. هاي على سؤال سنوات عليها، وفي سؤال سنوات احب برضه احكي لكم اياها جدا مهم. all of the following are helpful guidelines to follow with difficult patients. react not respond مش منطقية الجملة، خليها الأخير نرجع لها، أكيد هي جواب يعني، لأنه بقول لك إيش من الآتي accepted، فهي هي الجملة أكيد إيه، بس خلينا نقرأ الباقيات، لأنه شو نت ريسبوند هاي يعني. أكيد بدك تعمل ريسبوندنج. براكتس unconditional positive regard، قلنا صحيحة لازم تعمل unconditional positive regard مع المرضى. show concern and interest برضه صحيحة. objectivity صحيحة مش objectivity، انتبهوا لها. أي جملة بديهية consciously aware of patient symptoms and any change من بديهية يعني، فأكيد هاي صحيحة وأكيد هاي الجواب يعني. إيه إيش يا إخوان هاي قلت لكم أنا قبل شوي. All of the following are common barriers to effective communication except lecturing without feedback، أكيد هاي من barriers. use of jargon يا إخوان، شو الجارجون يا إخوان؟ جارجون قلت لكم أنا قبل شوي، في كلمة تيجي عكس معنى إيش؟ معنى plain و simple، قلنا لازم الدكتور يستخدم plain and simple language. شو عكسه؟ عكسه انه يستخدم مصطلحات طبيه، يستخدم مصطلحات تتعلق بالمجال تاعه اكثر من انها تتعلق بالمرضى او نازله لمستوى المرضى. عفوا، فيستخدم مصطلحات نازله لمستوى المرضى، عكسها انه يستخدم الجارجون هاي. فالجارجون هي برضه تعتبر من الباريرز، ليش؟ لانه بيستخدم مصطلحات ايش؟ مش كويسه، مصطلحات عفوا معقده بالنسبه للمرضى. passive listening قلنا برضه من البارير، لانه لازم يستخدم ايش؟ active listening. active listening كل شيء كويس، فالpassive listening اكيد حتكون بارير، سواء passive listening او passive communication نفسه.
language differences and difficulty in understanding. أكيد برضه language differences و difficulty تعتبر إيش؟ برضه barrier. mature reassurance أخبار راح نلاقي بالمحاضرة اللي بعديها في شيء اسمه premature reassurance. يعني هاي أصلا السؤال أنا تقريبا شايفه إنه خليط بين هاي المحاضرة والمحاضرة اللي بعديها. ففي بعديها المحاضرة تلاقي شيء اسمه premature reassurance، هذا شيء سيء. فلما يقول لك mature reassurance شيء كويس. يعني مثلا من الأشياء أشوفها من الأمثلة الموجودة بالمحاضرة كانت إنه مثلا المريضة بتحكي يا دكتور والله أنا زوجي مريض على الدار من قبل أبصر كم، فأنا صار عندي كذا وقلق أبصر شو. فالدكتور مثلا صار يقول لا اليوم برجع بالليل خلاص ما عليك. يعني هاي الظاهر يعتبر بريماتشر ريأشورنس حسب ما هم كاتبين، انه انت قاعد بتحاول انه تواسيهم بشيء مش منطقي، او انه بتواسيهم بطريقه مش منطقيه او بطريقه مش كويسه. فالماتشور ريأشورنس عكس تماما، هو الشيء المنطقي ريزونبل. يعني فاكيد هو مش بارير، فاكيد هو الجواب. فايه الجواب؟ اصلا انا حاط السؤال هذا عشان تعرفوا بس انه الجارجون هي الاوبجكت اوف بلين لانجوج. يقول لك جارجون يعني هي اللغة معقدة ولغة بتاعت الدكاترة نفسها يعني. حلو جميل. وبس وهيك يا اخوان نكون خلصنا المحاضرة الأولى من المحاضرات الطوال اللي بدي أشرحها إن شاء الله يعني. وإن شاء الله راح أشرح كمان يعني محاضرة إلى محاضرتين ثانيات. وبالتوفيق نلقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله.